Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Hazrat-e Momineen, ilan sawal farmale. Majlis-e Aza, basilsilah-e chehlam, Syed-o Shuhada, mazloom-e Karbala, nawas-e Rasool, jigar-gosh-e Batul. Sarkare Imam Hussain alaihi salatu wassalam Imam Bargah jagir e akbar mein shuru ho chuki hai majlis e pak ka baqaida aagaaz tilawat e quran e pak aur tilawat e hadees e kisa se hona chahta hai jo momineen hazrat galiyon bazaron mein khade hain ya abhi tak gharon mein intezar kar rahe hain تمام مومنین سے التماس ہے کہ آپ حضرات مہربانی فرمائیں جلد از جلد بارگاہ میں پہنچنے کی کوشش کریں اعلان دوبارہ سماعت فرما لیں مجلس اعضاء سید و شہداء سرکار امام حسین علیہ السلام امام بارگاہ بیت الحزن میں شروع ہو چکی ہے چل دیں باہر والے بھی نہیں چل رہے Mohsin, ilan swaim. Ya ayyuhallazina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Bismillahir Rahmanir Rahim. روي عن جابر بن عبد الله الأنصاري عن فاطمة الزهراء عليها السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال سمعت فاطمة أنها قالت دخل علي أبي رسول الله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة فقلت عليك السلام قال إني أجد في بدني ضعفا فقلت له عيذك بالله يا أبتاه من الضعف فقال يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني فغطيني به فاتيته بالكساء اليماني فغطيته به وصرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلعلأ كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أمّا فقلت وعليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال لي يا أماه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقلت نعم إن جدك تحت الكساء فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جده يا رسول الله أتعذر لي أن أدخل معك تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوضي
قد عظمت لك فدخل معه تحت الكساء اللهم صل على محمد فما كان لله ساعة وإذا بولدي الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أمة فقلت وعليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال لي يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء فدنا الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه السلام عليك يا من اختاره الله أتعذر لي أن أكون معكما تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي قد أذنت لك فدخل معهما تحت الكساء محمد وآل محمد فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن عمي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقلت نعم ها هو مع ولديك تحت الكساء فأقبل علي عليه السلام نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله أتعذر لي أن أكون معكم تحت الكساء قال له وعليك السلام يا أخي ويا وسيي وخليفتي وصاحب لوائي قد أذنت لك فدخل علي عليه السلام تحت الكساء ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله أتعذر لي أن أكون معكم تحت الكساء قال وعليك السلام يا بنتي ويا بزعتي قد أذنت لك فدخلت تحت الكساء فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ أبي رسول الله بطرفي الكساء وأومى بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وهامتي
لحمهم لحمي ودمهم دمي يعلمني ما يعلمهم ويحزنني ما يحزنهم أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم إنهم مني وأنا منهم فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورزوانك علي وعليهم وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان سماواتي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مزيئا ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. اللهم صل على فقال الأمين جبرائيل يا ربي ومن تحت الكساء فقال الله عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال جبرائيل يا ربي أتعذل لي أن أهبط إلى الأرض لأكون معهم سادسا فقال الله نعم قد أذنت لك فهبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله العلي العلا يقرأك السلام ويخصك بتحيتي والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مزيئة ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تعذن لي يا رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعليك السلام يا أمين وحي الله إنه نعم قد أذنت لك فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء اللهم فقال لأبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا اللهم صل على محمد.
فقال علي ابن ابي طالب لعلي لابي يا رسول الله اخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله فقال النبي صلى الله عليه واله وسلم والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا فقال علي عليه السلام إذا والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثانيا يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا وفيهم مهموم إلا وفرج الله همام يا فارج الهموم فرج همومنا بأصحاب الكسام ولا مغموم إلا وكشف الله غمام يا كاشف الغموم اكشف غمومنا بأصحاب الكسام ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجتام يا قاضي الحاجات اقضي حوائجنا بأصحاب الكسام فقال علي عليه السلام إذا والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فاضوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وزد وبارك على صاحب دعوة النبوية وسولة الحيدرية والعصمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمآسر الباقرية وآثار الجعفرية وعلوم الكاظمية وحجج الرزوية وجود التقوية والنقاوة النقوية والهيبة العسكرية والغيبة إلهية المهدية اللهم صل على فاطمة الزهراء وأبيها وبعلها وبنيها وسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علم بوزن الدرس الله